رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحب بكم جميعا في مجلس الذكر في مجلس السيد وصف السيد هاشم الرفاعي رحمه الله. وبداية الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ونقرأ الفاتحة إلى مؤسس طريق الرفاعية المبارك السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه الفاتحة. فاتحوا. ونقرأ الفاتحة مؤسس هذا المجلس المبارك السيد الفاتح المبارك السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي الفاتحة. فاتحوا. ونبدأ إن شاء الله بقراءة سورة الكهف لما ورد بها من فضائل في ليلة ويوم الجمعة. صفحة 7 البيت نمبر 7. أعوذ بالله شديدا من لدنهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.